براونيز الشوكولاته بالبندق. يعني من الكيكات متهيألي مفيش اتنين غير بقى للناس اللي ما بتحبش الشوكولاته، مفيش اتنين ما بيحبوهاش. مع كوبايه الشاي بقى خطيره خطيره. تعالوا نشوف المقادير ايه. شوكولاته البرطمانات دي اللي هي الايه السايحه والحلوه دي اللي ايه بتبقى بالبندق اللي بنعمل بيها سندوتشات. عندنا عين جمل، عندنا دقيق، عندنا شوكليت شيبس، عندنا ثلاث بيضات، عندنا صوص شوكولاته، وكمان بس هو ده الشوكولاته اللي هي اللي بتبقى في البرطمانات، ثلاث بيضات، كوبايه دقيق، شوكليت شيبس، عين جمل، وصوص شوكولاته وايس كريم فانيلا. طيب المقادير بقى بالظبط: 400 جرام شوكولاته قابله للدهن اللي هي البرطمانات 400 جرام، وممكن يجيب البرطمان زي ما هو اللي هو 400 جرام عشان ما يتلخبطش، عليه ثلاث بيضات، الكوبايه بقى اللي هنعاير بيها الدقيق، كوبايه الدقيق هي هي كوبايه الشوكليت شيبس، هي هي كوبايه عين الجمل المجروش. تمام، وصفه سهله حتى يا جماعه اللي ما بيعرفوش يخبزوا او يعملوا كيكات، دي من الوصفات اللي مش محتاجه يعني حد موهوب قوي في الطبخ، لان اولا الكيكه دي مش من الكيكات اللي بتنفش قوي، هي البراونز دي بتبقى قليله. اهم حاجه بس ان احنا نتاكد ان هي استوت. ماشي، انا غيرت الجلوبس صح؟ اه. طيب هحتاج بس مضرب بيض يسهل لي العمليه، هو ممكن ما نحتاجش بس مضرب البيض هيسهلها لي. طيب ثلاث بيضات، بما ان في جوز الطيب هحط رشه جوز الطيب. انا جوز الطيب دي اتعلمتها من الفيديوهات الاجنبي، الاجانب الكيكات بيحطوا عليها جوز الطيب. ماشي، طيب هحط معلقه من الخل عشان الزفاره، وممكن فانيلا. ماشي، ورشه الملح هحطها مع الدقيق. ابتدي بقى الخبط البيض كويس قوي كده. طيب معانا عبد الله او عبد الله، نرد عليه. ايوه يا عبد الله، ازيك يا شيف؟ ازيك انت، عامل ايه؟ ازيك يا شيف؟ ازيك انت، كويس؟ تمام والله الحمد يا لله يا رب دايما. اتفضل انا سامعاك. عاوز اعرف طريقه الدجاج الكريسبي. حاضر حاضر. لسه مدرسته لسه الظاهر. طيب حاضر هقول لك. طيب انا حطيت البيض وضربته ضربه، دلوقتي هحط الشوكولاته. ماشي، عين جمل اهو، شوكليت شيبس اهو، نقلب التقليبة الأخيرة. ورقة الزبدة اهي. ماشي، نحضر الفرن على درجة 180 أو 200. يلا بسم الله كده. خلي بالكوا هي ما بتبقاش عالية. ماشي، زي ما هي كده بقى هدخلها الفرن لحد ما ايه ما تستوي. بنشيلها كده من ورقة الزبدة، مهمة قوي نحط ورقة زبدة تحتيها قوي. خلاص، بعدين بجيب صوص الشوكولاته براونز. بص شكلها يجنن. طيب بصوا بقى، بولت الايس كريم اهي الصغننه دي. اهو شايفين المنظر؟ خلاص تمام،
يذوق بقى بايه؟ طب بس ايه، هحاول مره كمان. هحط بقى عين جمل وشوكليت شيبس اهو. يا سلام يا سلام. ايه رايكم؟